السلام عليكم. يشهد ملعب عنابة أشغال كبيرة، خاصة وأنه الهدف من هذه الأشغال باش يرجعوه على لي نورم انترناسيونال، مقاييس دولية، وخاصة الأرضية تاع الميدان اللي راهي تشهد تغيير كل الأرضية بما فيها النظام تاع تصريف المياه. إذن يعاودوا الأرضية تاع الملعب من الصفر، وهذا باش يرجعوه بلي نورم انترناسيونال كيما ملعب براقي وملعب وهران من ناحيه العشب، وكذلك اشغال اخرى كما نشاهد في المدرجات، شهد تغطيه المدرجات بال يعني البنتور بلاستيك ايتونش لحمايه المدرجات، حمايه الخرسانه تاع المدرجات قبل الوضع نتاع الكراسي. وكذلك نشاهد بعض التهيئه الخارجيه حول الملعب لتحسين لي كونديسيون نتاع لاكسي نتاع الولوج الى الملعب والخروج من الملعب، باش تكون حسب المقاييس نتاع السلامه. هنا نشاهد عمليه تاع توسيع المداخل، وكذلك توفير اماكن تاع السيارات وكذا، باش الملعب يكون مهيئ حسب تعليمات الفيفا. والسلام عليكم.